هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وكل طلاب برايمري 5. مكملين مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر للصف الخامس الابتدائي 2023 المنهج الجديد كونكت 5. وصلت معاكم للوحده السادسه الدرس الثالث. يلا بينا يونت 6 ليسن 3 نبدا درسنا بسم الله. Please open your books on page 297. هنقرا مع بعض الكلمات، هنقراها وهنتعلمها بطريقه اصوات الحروف زي ما متعودين في قناه انجليزي كل المراحل. هنشرح الدرس ونحل كل التدريبات ان شاء الله. في الاول بس بطلب منكم يا ريت تدوسوا لايك كده للفيديو علشان يترفع ويوصل لعدد كبير من الطلبه. يلا نبدا بسم الله. اول حاجه موارد طبيعيه اسمها natural resources. resources موارد او مصادر، وطبيعية natural. وهنعتبر حرف التي واليو والار هما كده بيعملوا مقطع من الحروف وبيتنطق كأنه char. تمام؟ طيب بعد كده الكلمة التانية كلمة economy اقتصاد، والسي بنطقها بصوت حرف الكاف. طيب وتن معدن القصدير، تن اللي هو زي الصفيح كده شوية، معدن النحاس اسمه copper. السي برضو بنطقها بصوت حرف الكاف. ومعدن الزنك اسمه زنك. السي بنطقه بصوت حرف الكاف شبه اسمه بالعربي. الوقود الحفري اسمه فوسل فيولز. تمام. الوقود الحفري دوت زي الفحم والبنزين، هنعرفه اكتر في الدرس. المينرال ريسورسز الموارد المعدنيه، تمام، اللي هي المعادن اللي احنا قلناها دلوقتي. طيب الكلين انرجي طاقة نظيفة، اللي هي الطاقة المتجددة، اللي هي الطاقة اللي بناخدها الطبيعية مش بتعمل تلوث للبيئة. الطبيعة اسمها نيتشر، وما ننساش التي واليو والار والاي بنطقهم تشر، نيتشر. طيب معادن مينرالز منتج برودكت، والسي بنطقه بصوت حرف الكاف. معدن الرصاص اسمه ليد. تعالوا نشوف كلمات تانية. عالم اسمه وورلد. كوكر يعني بوتاجاز، خلي بالك كوكر بوتاجاز. تمام. وجولد معدن الذهب. كمان كلمة هواء نظيف يعني clean air. فريدج التلاجة. جودز بضائع. جود هنا مش معناها جيد خالص، تمام يا ولاد. طيب وكلمة سويل معناها تربة زراعية اللي بنزرع فيها. ونوتس مكسرات. فرنيتشر عفش او اساس، وبرده خد بالك من المقطع الحروف تي وار اي. ونفط او زيت البترول اسمه اويل. تمام. والاويل ده من الفصل فيولز. طيب وكمان عندي التين كانز اللي هي علب القصدير، علب الصفيح، شايفين زي اللي هي علب التونه، علب الكانز نفسه اللي احنا بنشربه. تمام. بيبقى في تن. كمان الجولري المجوهرات. طيب والجاس، الجاس اسمه غاز او بنزين. تمام. هيلثي يعني صحي. وسيلفون اللي هو الموبايل التليفونات المحموله. تمام. البي والاتش بنطقهم بصوت حرف الف. كروبس معناها محاصيل زراعيه، والسي بنطقها بصوت حرف الكاف. وفورست غابه، فورست ماسوره، تايب. ومهم important. فحم cool. جلد اللي هي الجلود المدبوغ يعني المصنع من اللي احنا بنستخدمها يا اولاد في الشنط وفي الاحذيه اسمه leather. التي والاتش بنطقهم ذا leather. wood خشب. silver cotton يعني قطن. طيب تعالوا بقى كده نشوف زي ما احنا متعودين في كل درس في مجموعه كده من الافعال بنحفظها في مخنا، وزي ما قلت لكم دايما ان احنا اعتبره كده لغايه سنه خمسه ان تصريف الافعال تصريفين، فعل في زمن المضارع وفعل حصل خلاص وانتهى في زمن الماضي. ترانسبورت ينقل، ترانسبورتد نقل. انكلود يتضمن، يشتمل على، يعني مثلا الكتاب انكلود بيبرز بيشتمل على ورق. تمام. يوز يستخدم، يوز خلاص استخدم. رينيو يجدد حاجة، رينيود جدد. بيلد يبني، بيلت بنى. سيل يبيع، سولد باع. باي يشتري، الماضي بوت والجي اتش دي ما بنطقهاش، سايلنت.
تعالوا كده نروح لبيج 298 ونكمل بقيت كده التعبيرات اللي بنستخدمها علشان نشوف درسنا بقى. stay alive يعني نبقى على قيد الحياة، يعني احنا مثلا بناكل وبنشرب عشان نقدر ايه نعيش. طيب يلوث make يعني يعمل polluted، يجعل الهواء مثلا polluted، تمام. طيب sell يبيع، to يبيع حاجة الى حد، الى تاجر مثلا، الى الناس، to keep للحفاظ، to تمام. the problem with يعني المشكلة مع، يشتري من بقى، buy from. يلا نشوف السؤال الاول زي ما معودكم في قناة انجليزي كل المراحل مش بنسيب اي سؤال غير لما نحل. الكلمات اللي عندي economy اقتصاد، fossil fuels اللي هي الوقود الحفري، crops المحاصيل الزراعية، ومينرالز المعادن، وكوكر البوتاجاز. نمبر 1 there is a، يوجد ايه بقى in the kitchen، بيوجد ايه في المطبخ. ها من الكلمات اللي قدامك دي اكيد الكوكر اللي هو البوتاجاز. خلي بالك هي الكلمه جايه من الفعل كوك يطبخ، صح؟ لان احنا بنطبخ على البوتاجاز. طيب نمبر 2 كوبر اللي هو النحاس، اند تن والقصدير، ار هما ايه عباره عن ايه؟ عبارة عن معادن. احنا بنقول معدن النحاس، معدن القصدير، مينرالز. بنبدأ نكتب مينرالز، مي حرف الام، من اهي، من ميني اي، من الرا را را ار اي رالز اهي، مينرالز معدن. رقم 3 الكول اللي هو الفحم، الاويل البترول، اند جاز اللي هو الغاز، ار بيعتبروا كلهم ايه؟ فصل فيولز، وقود حفري، تمام؟ لان هم بيحفروا علشان بيلاقوهم تحت الارض، تمام؟ نمبر 4 هم بيستخرجوهم من الارض يا اولاد. فارمرز الفلاحين، المزارعين، جرو بيزرعوا، بيزرعوا ايه بقى؟ ميني كروبس محاصيل زراعيه. دايما المحاصيل اربطها بين الفارمرز، يعني اربط بين كلمه وكلمه، كلمه ليها علاقه بالكلمه الثانيه. المحاصيل الزراعيه ليها علاقه بالمزارعين او الفلاحين. طيب كروبس السي بكتبها بصوت حرف الكاف وهي سي، كرا را حرف الار، كرو او كروب بي بسترونج بتقيله، كروبس، تمام. تعالوا نشوف كده درسنا بقى ونشوف بيتكلم عن ايه، واعتبروا يا ولاد ما تتخضوش من كميه الاسئله وكميه الانفورميشن اللي فيها المعلومات. ماشي ممكن يكون الدرس تقيل شويه، بس يعني نقولها للولاد كده بطريقه ستوري كده شويه كان يعرفوا معلومات تثقيفيه ليهم. اور وورلد، وبالحل الكتير احنا متعودين في قناة انجليزي كل المراحل بنحل كل الاسئلة، ان شاء الله هيثبت المعلومة في مخكم. اور وورلد عالمنا، امشي بقى بالقلم كلمة كلمة معايا كده علشان نترجم كلمة ونشرح. اور وورلد عالمنا is amazing، عالمنا مدهش رائع. it هنا بقى يقصد بيها الوورلد، تمام، لان احنا دي هي ضمير فاعل معناها هو او هي لغير العاقل يا ولاد، تمام. طيب هو بيقول لي ايه بقى؟ it gives يعني العالم بتاعنا ده بيعطينا many things اشياء كتيره، so لذلك we can احنا بنقدر have food، بنقدر يبقى عندنا طعام، وكمان clothes ملابس، and build our houses وبنقدر نبني بيوتنا. the things nature يعني الطبيعه نفسها، تمام، الاشياء اللي بنحصل عليها من الطبيعه، give us اللي بتديها لنا الطبيعه، are called اسمها ايه بقى؟ natural resources مصادر طبيعيه، ما تعبناش فيها، لقيناها اصلا في الطبيعه. we can use these احنا بقى بنقدر ان احنا نستخدمها to stay alive لكي نبقى على قيد الحياه، and keep وكمان ونحتفظ كده وان احنا نحافظ على نفسنا healthy بصحة جيدة. some examples بعض الأمثلة of natural resources، هيبدأ بقى يدي لك أمثلة للمصادر الطبيعية دي، زي إيه؟ زي الوودر المية، والكلين إير الهواء النظيف، والأنيمالز الحيوانات، والفورستس الغابات، والسويل التربة الزراعية، وكمان الفصل فيوز الوقود الحفري. طيب تعالوا بقى نشوف الوقود الحفري زي إيه؟ like هنا like معناها مثل، خدوا بالكم. oil البترول، and الكول الفحم، و and minerals والمعادن، المعادن زي الجولد الذهب،
وكمان زي الكبر النحاس. طيب تعالوا نروح لبيج 299 كده ونكمل. وبيقول لي هنا ان الوودر الميه is بتكون the most important, هي الاكثر اهميه of all natural resources, من كل المصادر الطبيعيه دي. طيب ليه بقى؟ بصوا كده, because علشان all living things, كل الاشياء الحيه need it, بتحتاج الميه, it يقصد بيها الوودر, to stay alive, لكي تبقى على قيد الحياه. كل الانسان والحيوان والنبات بيحتاج الميه علشان يقدر يعيش, اكتر حاجه ما يقدرش يستغنى عنها. ويوزق it, احنا بنستخدمها to drink, احنا بقى احنا البيبل الناس بنستخدمها علشان نشرب, to give to our animals, وكمان بنعطيها للحيوانات, and to grow plants, وكمان بنروي بيها علشان ينمو النبات. We also use it, احنا ايضا بنستخدمها for cleaning, لكمان للتنظيف, بنستخدمها في المسيح وفي الحاجات التانية, في تنظيف, في غسيل اي حاجة, صح؟ sorry for clean energy, للحصول بقى على طاقة نظيفة, and for transporting, يعني المية نفسها عبارة عن طاقة, طاقة نظيفة يا ولاد, لانها بتتجدد من البحار والانهار والامطار, and for transporting people and goods, كمان بنستخدمها في نقل الناس والبضائع عن طريق بقى السفن اللي بتنقل الناس عبر المية, تمام, عبر البحار والانهار. طيب بيقول لك كمان ايه بقى؟ clean air, clean air ديت يعني الهواء النظيف, is also important, طبعا هو ايضا مهم. ليه بقى؟ to keep us, الحفاظ علينا, and our crops, والمحاصيل, healthy, بصحة جيدة. we make furniture, احنا بنصنع الاساس منين؟ from trees, عارفين ليه؟ علشان الاشجار بناخد منها الخشب. we grow food in the soil, احنا بنزرع الطعام في السويل, في التربة الزراعية. الفاصل فيولز, الوقود الحفري ده, like oil, مثل البترول, والكول, الفحم, and gas, الغاز, are also natural resources, هم كمان مصادر طبيعية. they give us energy, هم بيعطونا طاقة, for our houses, لبيوتنا, and fuel for our cars, وكمان الفيول ده بقى اللي هو اللي بيعتبر الوقود لعربياتنا, اللي هو بنستخدم منه البنزين. But fossil fuels, لكن الوقود الحفري ده, make, بيجعل, the air, الهواء, polluted, ملوث, and we can't renew them, ومش بنقدر نجدده. يعني البنزين اللي احنا بنستعمله مش بنقدر نجدد نفسه, خلاص بيخلص, تمام, هي دي الطاقة الغير نظيفة. طيب other natural resources, يعني المصادر الطبيعية الاخرى, are minerals, زي المعادن, and these include, ودي بتشتمل على ايه بقى؟ المينرالز دي زي الجولد, الذهب, السيلفر, الفضة, والتن, القصدير, والكابر, النحاس, والليد, اللي هي عنصر الرصاص, and zinc, والزنك كمان. we use gold, احنا بنقدر نستخدم الذهب and silver والفضة, to make beautiful jewelry, لنعمل مجوهرات جميلة. we use the other minerals, احنا بنستخدم معادن اخرى, to make things, علشان نعمل اشياء, زي ايه؟ زي السيلفونز, الموبايلات اللي معانا دي جواها minerals, جواها معادن, وكمان البايبس, المواسير, المواسير دي بتبقى مثلا نحاس, in our houses, في بيوتنا, والكوكرز, والبوتاجازات كمان من المعادن, and the fridges, والتلاجات, in our kitchens, مطبخنا, computers, أجهزة الكمبيوتر دي نفسها, and the cars, والعربيات كمان. all these natural resources, كل هؤلاء المصادر الطبيعية دي are important, مهمة طبعا, for our economies, لاقتصادنا. we take the natural resources, احنا بناخد المصادر الطبيعية دي, and use them, وبنستخدمها, to make new products, علشان نعمل منتجات جديدة. وذن احنا ثم احنا بقى سل, ثم بعد كده بنعمل ايه؟ بعد ما بنعمل منتجات طبيعية بقى, منتجات سوري جديدة, بنبيعها, sell the products, بنبيع المنتجات دي, to other countries, لبلاد اخرى, and buy things too, وبنشتري كمان اشياء تاني.
تعالوا كده نروح لبيج 300 كده ونشوف مع بعض الناتشرال ريسورسز، المصادر الطبيعيه. بصوا المصادر الطبيعيه من النباتات بنحصل على ايه؟ بنحصل على الفروت من اشجار الفواكه، صح؟ وكمان بنحصل على الود من التريز، من اللي هي جذوع الاشجار، بناخد منه الود وبنعمل بقى منه الفرنيتشر الاساس وكل العفش، الحاجات اللي من الخشب، والنطس كمان المكسرات، وكمان القطن، القطن اللي بنعمل منه الكلوز، الملابس. يبقى كل دي natural resources from plants، من النباتات. طيب ايه بقى natural resources من الانيمالز، من الحيوانات؟ من الحيوانات بنحصل على الملك، على الالبان، وكمان على الايجز، البيض، وكمان الليذر، الجلود اللي بناخدها من جلود الحيوانات وبتروح لمسابغ معينة وبنعمل منها الشنط والأحذية، وكمان الميت، اللحم. طيب المينرال ريسورس بقى، المصادر المعدنية زي السيلفر، الفضة، والكوبر، النحاس، والتين كانز، العلب الصفيح، تمام، واللي هي القصدير، والجولد، الذهب، تمام. بصوا بقى هنا بيقول لك ايه، بيقول we use soil to grow vegetables، احنا بنستخدم التربة الزراعية علشان نزرع الخضروات. we can sell، احنا بنقدر نبيع these، هؤلاء يقصد بيها الايه، الخضروات، خلي بالك موزيز ده اسم اشارة للجمع، to other countries، للبلاد الاخرى. تعالوا بقى نروح لبيج 301 ونحل مع بعض الاسئلة علشان نفهم درسنا اكتر واكتر. number one بيقول لي، هتكمل التكست اللي قدامك ده بالكلمات دي، يلا نترجم الكلمات. دايما في قناة انجليزي كل المراحل بعودكم طريقة الحل. هنقرا الكلمات الاول، ايكونومس اقتصاد، طيب، وسيرفايف يعني يعيش، يبقى على قيد الحياة، تمام، وود خشب، فايتل مهم او حيوي، ماشي، مينرالز معادن. طيب تعالوا كده نكمل بقى التكست اللي قدامنا، بيقول لي ايه، بيقول لي وي يوز، احنا بنستخدم الناتشرال ريسورسز، المصادر الطبيعيه، افري دي، كل يوم ان اور لايف. لو بصيتوا كده في حياتنا هنلاقي كل يوم بنستخدم حاجات من المصادر الطبيعيه دي. وممكن كمان احنا بقى نقول لاطفالنا، يعني عشان نعودهم كده كل حاجه بنستخدمها مثلا نقولها ان انجلش، بالكلمات الانجليزيه، هيحفظوا الكلمات اسرع. The most important natural resource، أكتر مصدر طبيعي هو الوودر، هو المية. As we need، إحنا بنحتاج to إيه؟ إحنا بنحتاج المية ليه؟ To survive، علشان نبقى على قيد الحياة. كمان we use، إحنا بنستخدم الإيه؟ From trees، من الأشجار. To make our furniture، أكيد الخشب، تمام؟ علشان نعمل منه العفش، الترابيزات بقى والدواليب وكل الحاجات دي. We use the A for making things like fridges، زي التلاجات والسيلفونز، احنا بنستخدم الـ A، المينرالز، المعادن. طيب كمان بيقول لي all these natural، كل المعادن، المصادر الطبيعية دي مهمة، مهمة الـ A للاقتصاد، تمام. تعالوا بقى نروح لسؤال الترتيب، ومهم قوي قوي في سؤال الترتيب ان انت تعرف انت هتكون جملة ولا سؤال. فاكرين دايما بقول لكم تكوين الجملة ايه وتكوين السؤال؟ هو هنا في اول حاجة هيكون جملة، يلا نفتكر كده مع بعض تكوين الجملة ايه. ها، فاعل الاول وبعدين فعل، تمام. يلا نشوف، بصوا كده، هنا اول حاجة سيلفر، فضة، مينرال، معادن، جولد، ذهب، اند و واريكم، وريسورسز، مصادر. تعالوا نشوف اول حاجة هنستخدم ايه، هنستخدم الجلد، الذهب. طيب الذهب ايه بقى، هقول الذهب والفضة، ليه؟ لان عندي ان والفضة برضو من المينرالز، من المعادن، الذهب والفضة كده انا عملت الفاعل، يعني انا كلمة جولد اند سيلفر ده الفاعل، والفاعل اسم جمع، تمام. طيب الفاعل بقى ابدا ادور على الفعل فين، اهو ار، جولد اند سيلفر ار، بيكونوا ايه بقى، ها، مصادر معدنيه، اللي هي ايه بقى، مينرالز، ريسورسز. طيب تعالوا نروح بقى لنمبر 2،
هنقول ايه بقى؟ اول حاجة او تمام صفة ملكية، حاجة بتاعتنا احنا. اور ايه بقى؟ اور وورلد، عالمنا. تمام كده احنا عملنا الفاعل، ندور على الفعل. عالمنا ايه؟ يعطي، جيفز. بيدي لمين؟ بيدي لينا، جيفز اس. بيدلنا ايه بقى؟ اشياء كتيرة. دايما اقول الصفة الاول اللي هي ميني، عديد، وبعدين السنج. يبقى كده ايه بقى؟ our world gives us many things. رقم 3، اول حاجة عندي هي كلمة وي، احنا. احنا ايه بقى؟ احنا بنستخدم، يبقى وي دي الفاعل، وبعد كده الفعل we use. احنا بنستخدم الايه بقى؟ ها المصادر الطبيعية، the natural resources. ليه؟ لكي نبقى، يبقى هنا اهي to stay alive، لكي نبقى على قيد الحياة. رقم 4، هقول اول حاجة الفروت، الكلمة اللي تحتها خط. الفاكهة، الفاكهة ايه؟ عندي كده الفاكهة ده الفاعل، ابدأ ادور على الفعل اللي هو is. يبقى انا هقول فروت is. ها الفاكهة ايه؟ هقول بقى أداة النكرة اهي، كلمة اللي ابدأ بالكلمة اللي فيها أداة النكرة. تمام؟ وهقول is a natural. a natural ايه؟ resource. يعني انا كده كتبت ايه؟ عارفين بصوا كل لما نرتب، يعني نعود ولادنا لما نيجي نرتب الجملة، احنا رتبنا مثلا كلمتين، نقف ونقرا ونشوف كده، رتبنا اربع كلمات، اقف واشوف انا ماشي صح ولا لا قبل ما اكمل. هقول fruit is، الفاكهة تكون a natural resource، مصدر طبيعي. مصدر طبيعي منين؟ من النباتات. يبقى from plants، من النباتات. تعالوا بقى كده نختار في سؤال تشوز. number 1، الليزر اللي هو الجلد is a natural resource، مصدر طبيعي. from منين؟ الجلود دي من الانيمالز، من الحيوانات. طيب number 2، we get our energy from fossil ايه؟ احنا بنحصل على طاقتنا منين؟ من الفصل ايه؟ من الفصل فيولز، من الوقود الحفري. طيب رقم 3، عندي نقط اير، الهواء ايه؟ is important، مهم to keep us healthy، علشان يحافظ علينا بصحة جيدة. ها الكلين، اكيد الهواء النظيف مش البلوتد هو اللي بيحافظ علينا healthy. طيب رقم 4، we use water، احنا بنستخدم المية for ايه؟ علشان ايه؟ the people، الناس، والجودز البضائع، علشان ترانسبورتنج، لنقل الناس والبضائع. تعالوا نروح لبيج 302، يلا بينا. ما ننساش يا ريت من فضلكم يا ولاد ندوس على اللايك كده، علشان احس ان مجهودي يوصل كده لكتير من الطلبه وقدروا يستفيدوا بيه، وانتوا كمان تاخدوا سبب نشر العلم. تعالوا كده السؤال نمبر 4، هنا بيقول لي اكمل. نمبر 1، وود الخشب، اند كوبر النحاس، اور هو الخشب والنحاس عبارة عن ايه؟ عبارة عن natural resources، عن مصادر طبيعية. number 2، الفصل fuels give us، الوقود الحفري بيدينا ايه؟ الوقود الحفري، الوقود الحفري زي الكول، الفحم، والبنزين، والغاز، ده بيدينا energy، طاقة لبيوتنا. تمام؟ احنا بنشغل البوتاجاز بالغاز، وبنعمل كل حاجة بالفصل فيولز، صح؟ طيب رقم 3، واي، ايه ده؟ ثواني انا بدات بواي، ده اداه ايه؟ اداه استفهام. يبقى لازم انا عارف ان الجزء الثاني هلاقي فيه علامه استفهام في الاخر. لازم تشغلوا مخكم كده يا ولاد، يعني انتوا هتقولوا احنا لقينا كده اداه استفهام في اول الكلام، يبقى لازم في اخر الكلام هلاقي ايه؟ علامه استفهام. تمام؟ طيب وبرده انا لقيت علامه استفهام، يبقى هي دي. بس اتاكد الاول، واي ار ناتشرال ريسورسز امبورتنت، ليه المصادر الطبيعية مهمة؟ بصوا كده for our economy، لاقتصادنا. يبقى هي دي الإجابة الصح. تمام؟ طيب رقم 4، we use، احنا بنستخدم الجولد، الذهب، والفضة، ليه بقى؟ to make jewelry، علشان نعمل مجوهرة. تعالوا نحل بقى الباسج، ومهم قوي قوي، لازم كل مرة بفكركم ان حل القطعة من القطعة نفسها، يعني الحل بين السطور مش من مخك خالص. number 1، انت هتحط ترو صح او فولس غلط، بتاخد اول حرف من كلمة ترو اللي هي معناها صح، او اول حرف من كلمة فولس اللي معناها خطأ.
Number one, we get natural resources. إحنا بنحصل على المصادر الطبيعية from nature, من الطبيعة. أيوة طبعا صح. يبقى أكتب true. طيب number two, clean air. الهواء النظيف isn't important. مش مهم. لا طبعا ده مهم. فأنا هكتب حرف الاف اللي هو false. طب رقم three, oil and coal. البنزين والفحم are fossil fuels. وقود حفري. أيوة صح true. طب تعالوا بقى كده نحل السؤال رقم 4. What معناها ما أو ماذا؟ بسأل بيها عن الأشياء. What do we use؟ ماذا إحنا بنستخدم to make furniture؟ علشان نعمل العفش. تعالوا كده نطلع في القطع. إحنا عارفين طبعا إحنا بنستخدم الود الخشب. بس تعالوا كده نقولها من الباسج اللي قدامي كده. فين بصوا كده أهو. إحنا we make furniture from trees. يبقى إحنا بنستخدم إيه؟ ها؟ بنستخدم الأشجار علشان نعمل منها الفرنيتشر. تمام؟ يبقى we use wood from a trees. يبقى احنا هنقول we use. تمام؟ احنا بنستخدم الود الخشب. ماشي؟ from trees من الأشجار علشان نعمل الفرنيتشر. طب number five, why دي معناها لماذا؟ بسأل بيها عن السبب يا ولاد. Why is clean air important? لماذا الهواء النظيف مهم؟ Why دي لازم السؤال الإجابة عليها يكون بكلمة because، بسبب أو علشان. تعالوا كده ندور في القطعة. بصوا كده. أو كمان كلمة to. بصوا كلمة to معناها لكي، وbecause معناها بسبب، والاتنين معناهم علشان، والاتنين بيكونوا الإجابة على السؤال why. ليه الهواء مهم؟ تعالوا كده نشوف. بصوا بيقول لي إيه. هقول كده clean air is important to keep us and our crops healthy. يبقى هي دي الانسر بتاعتي. الهواء النظيف مهم للحفاظ علينا وعلى محاصيلنا بصحة جيدة. تعالوا بقى نحل اخر سؤال، وهو سؤال البنكتويشن. مهم قوي قوي ان انا لازم اكتب اول حرف يكون capital letter. اول حرف عندي هنا حرف الان اهو، فانا هكتبه capital letter، هيبقى بالطريقة دي. تمام؟ طيب وبعد كده افضل امشي بقى. natural resources المصادر الطبيعية are water مية animals forests and soil. فانا بقول ايه بقى؟ المصادر الطبيعية are ايه؟ بصوا يا اولاد، لما اقول are كذا وكذا وكذا، لما اقول كذا حاجة ورا بعضها، المفروض ان انا هعمل ايه؟ are water، لازم اعمل فاصل بين كل كلمة والتانية. فانا هعمل ايه؟ بصوا يعني احنا هو بيقول لي ايه، المصادر الطبيعية عبارة عن water مية وanimals forests اللي هي animals حيوانات وغابات والسويل. فانا بعمل ايه؟ اول حاجة بعمل، يعني هو كده جايب لك اربع حاجات، بين كل اسم واسم هعمل كومة. يبقى انا هكتب على السطر كومة كده. تمام؟ بين الwater والanimals. طب بين الanimals والforests اهو هعمل كومة، وقبل الاسم الاخير محطوط and اصلا. طب وفي الاخر هعمل حاجة. هي دي جملة ولا سؤال؟ ارجع لأول كلمة هي اللي هتحدد لي. اول كلمة اسم عادي، دي جملة، يبقى انا هحط في الاخر ايه؟ فول ستوب، وبحطها في دايرة كده علشان تكون واضحة ايه للمصحح ويشوفها. يا رب اكون قدرت افيدكم واكون سهلت عليكم الدرس شوية، ويا ريت كمان انتم ما تكونوش نسيتوا اللايك والشير للفيديو. باي باي.